تم التفتيش ديال الكوفر ديال السياره كما كنتو معنا ما بان ليا ما كاين والو في الكوفر. بقى معنا مشاهدينا باش نشوفوا اش وقع في السياره هذه. مشاهدينا هذا ماشي فيلم او تدريب او اثراء حقيقي، هذه السياره اللي دارت هذا الرعب هنا خصوصا في الساكنه ديال هذه المنطقه هذه، وخصوص انها محطوطه بقرب معبد ديال اليهود وسطها قران مقطع. السياره اللي اثارت الشك. دعواتكم اخوتي دعواتكم غادي تجر دابا الكابل يبدا كيتجر. كيبعدوا عباد الله كيقول لهم حيدوا، كيقول لعباد الله حيدوا من تما غادي تجر الكابل دابا على ما اظن الكابل غادي يتجر دابا غيجروا دابا. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتأكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيت بريس وتبارطاجيو مع صحابكم.